أتمت نيابة المرور جاهزيتها المطلقة لإجراء تحقيقاتها عبر خاصية الاتصال المرئي. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة الشيخ نايف بن عبد الرحمن الخليفة رئيس نيابة المرور أكد استكمال الاستعدادات اللازمة بهذا الشأن وبالشكل الذي ينسجم مع خطة النيابة العامة المستدامة في تطوير وسائل العمل القضائي والإداري لبلوغ التحول الإلكتروني بالكامل واستغلال الوسائل التقنية الاستغلال الأمثل في إنجاز الدعاوى الجنائية وإتمام التحقيقات بعد وفقا لما يجيزه قانون الإجراءات الجنائية. تشمل هذه الخطة تطوير وسائل وأدوات العمل القضائي والإداري أولا بأول. تتجه النيابة من هذا التطوير والتحديث إلى التحول الكامل للاستخدامات الإلكترونية بغرض سرعة اتخاذ القرارات أو إنجاز التحقيقات والتصرف في الدعاوى وفي الحصول على المعلومات وتلبية طلبات كافة المراجعين وذوي الشأن. في هذا الإطار بناء على توجيهات سعادة النائب العام دكتور علي بن فضل البعينين شرعت النيابة بتفعيل الصلاحيات التي وردت في القانون رقم 7 سنة 2020 والتي تجيز اللجوء إلى استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية في مراحل الدعوة بما في ذلك التحقيق عن بعد. تلجأ النيابة العامة عمليا إلى التحقيق عن بعد في الأحوال التي تقتضي ذلك طبعا الأسباب المختلفة كتعذر حضور الشخص المطلوب سماع أقواله أو قيام ظروف تحول دون إجراء التحقيق في المثول الشخصي. طبعا هذا مثل ما هو حاصل الآن في ظل ظروف الجائحة جائحة كوفيد 19.